والمزيد بشأن المؤتمر الذي عقدته هيئة علماء المسلمين في العراق على مدار يومين، والذي تناول موضوع الأوقاف وأهمية الأوقاف وما تتعرض له من انتهاكات في العراق. ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ معاذ البدري. سيد معاذ، بداية مرحبا بك. على مدى يومين أنهى المؤتمر العلمي الخامس الذي تنظمه هيئة علماء المسلمين في العراق أعماله، والذي جاء بعنوان الأوقاف في العراق تاريخها وأهميتها وواقعها. ما أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر؟ حياكم الله أخي الكريم، وحيا مشاهدي قناة الرافدين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. المخرجات التي خرج بها المؤتمر العلمي الخامس لهيئة علماء المسلمين بلغت 24 فقرة، ضمنت في 4 جوانب: الجانب العلمي والجانب التوثيقي والجانب الإداري ثم الجانب المجتمعي. في كل جانب من هذه الجوانب جملة من التوصيات، يمكننا أن نسلط الضوء على أبرز ما في كل جانب منها، يعني تتضمن حث الباحثين وتشجيعهم على كتابة تاريخ الأوقاف في العراق والمعالم العمرانية والحضرية منذ الفتح الإسلامي وحتى يومنا هذا، بموازاة دعوة المؤرخين والباحثين المختصين في المجال التاريخي إلى البحث والكشف عن الأوقاف المزيفة والمشاهد المدعاة وتوضيح الأهداف المغرضة من ورائها، حتى لا تعطى أهمية على حساب الأوقاف الحقيقية أو تحل محلها فتأخذ حيزا من 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 الحياة أو من المجتمع وتملى عليها نوع من القانونية أو القدسية بحسب السياق الذي تتخذ فيه. كذلك ركزت التوصيات على الاهتمام بالمخطوطات الوقفية والعناية بها وإعادة فهرستها بطرق حديثة والعمل على استرداد المفقود منها، وذلك حفاظا على تاريخ هذه الأوقاف وضمانا لأحقية أصحابها بها ولمن وقفت لهم، بموازاة إبراز سير المدافعين عن الوقف من العلماء ومن غيرهم وبيان جهودهم في العناية والاهتمام بهذا الموضوع، كما قلت حفظا لتاريخهم وصيانة للوقفيات التي أوقفوها وتشجيعا لغيرهم على الاقتداء بهم. أيضا إذا كان يسمح المجال، فإن من جملة ما خرج به المؤتمر من توصيات الدعوة إلى تشكيل لجان مختصة من شرعيين وقانونيين ومؤرخين وإداريين على حد سواء، مهمتهم أو مهمة هذه اللجنة متابعة الأوقاف العراقية ورصدها ودراستها، سواء ما كان منها في داخل العراق أو في خارجه، بهدف تثبيتها وبيان ما ألت إليه، ولا سيما بعد ما تعرضت له الأوقاف من حملات استيلاء ومن جرائم ممنهجة بعد احتلال العراق. هذه الأمور التي تعرضت لها الأوقاف في العراق، هناك منصات إعلامية تابعة للميليشيات حرضت على المؤتمر والمشاركين فيه، إلى أي مدى يؤكد هذا الفعل موقف الميليشيات من الأوقاف التي ذكرت أنها تخطط هناك مخطط للاستيلاء عليها؟ بالتأكيد هذا النوع من المؤتمرات ذات الرصانة العلمية والحقائق الموثقة لا يخدم لا أحزاب السلطة ولا ميليشياتها، لا سيما وأن البحوث والدراسات التي تعنى بالأوقاف والتي تم تناولها في هذا المؤتمر تتحدث عن واقع هذه الأوقاف وما جرى لها بعد الاحتلال، بمعنى أنها تكشف الحقيقة للناس الذين تغيب عنهم حقيقة ما يجري في المشهد العراقي. بصراحة حملة التحريض هذه بدأت قبل المؤتمر، وتحديدا بعد هدم جامع السراجي في البصرة، حينما أصدرت هيئة علماء المسلمين بيانا قويا يدين هذا الفعل ويجرمه ويكشف الدوافع من ورائه. رصدنا نحن في قسم الإعلام وسائل إعلام حكومية وذبابا إلكترونيا تعيد اسطوانتها المشروخة القديمة، وهي تصف الهيئة بالإرهاب والطائفية وما إلى ذلك، على الرغم من أن البيان في وقته لم يتضمن سياقات مخالفة لما يقره العقل أو يصادق عليه الواقع، لكننا اعتدنا أن ينحى عرابو الطائفية السياسية هذا المنحى من باب رمتني بدائها وانسلت. أما ما يتعلق بالمؤتمر فإن في عنوانه ومحاوره ما يقلق أحزاب السلطة والميليشيات بتورطها ابتداء بجرائم الاستيلاء على الوقفيات الإسلامية في العراق،
وأيضا تخطيرها للاستيلاء أو للاستحواذ أكثر على كثير من الأوقاف التي هي من الشواخص التي لا يمارع العقل فيها بأنها أوقاف مثلا أوقاف سنية أو أوقاف معروف أهلها أو أوقاف معروفة مصارفها. هذه الكم من الأوقاف وما تذر من أموال وما تعطي من خيرات باتت مطمعا لهذه الميليشيات، فأي حراك يحاول أن يحافظ على قدسية هذه الأوقاف وحقيتها لأهلها تجده مخيفا للميليشيات، وذلك لا تستطيع أن تواجه ذلك إلا بالهجوم المضاد وبمحاولة هذا الهجوم المضاد. أستاذ معاذ البدري، دائما ما يكون أو ربما يشي ذلك الهجوم المضاد للميليشيات على مواقف الهيئة، على صحة موقف الهيئة من اللحظة الأولى وتحذيرها من هذه الخطوات التي تتخذ من أجل تغيير هوية الأوقاف وصولا إلى الاستيلاء عليها. أستاذ معاذ، كيف ترى القوانين المنظمة للأوقاف بعد العام 2003؟ بطبيعة الحال ما تشهده الأوقاف وما يحصل للأوقاف من قوانين وقرارات لا يخرج أبدا عن إطار العملية السياسية التي بنيت على نمط المحاصصة الطائفية. نحن نعلم حجم الأوقاف في العراق وغزارتها وغناها، لا يطيب لأحزاب السلطة التي أدمنت الطائفية أن تكون هذه الأوقاف مختصة في جانب دون جانب آخر بغض النظر عن التوصيف ما هو سني وما هو شيعي. لكن الحقيقة أن ديواني الوقف سواء السني أو الشيعي إنما هما من مخرجات العملية السياسية ومن مخرجات مشروع الاحتلال الذي بني على المحاصصة الطائفية بهدف إبقاء الخلافات جارية داخل المكونات العراقية وبين أروقة المجتمع العراقي حتى يتسنى لعرابي هذا المشروع إثارة الفتن بين حين وآخر والمحافظة على نمطية الفوضى والاضطراب في المشهد العراقي. هذه الفوضى وهذا الاضطراب هي الزاد الذي تتغذى عليه العملية السياسية ويمنحها البقاء على مدى 20 سنة مضت. من المسؤول أستاذ معاذ إذن عن حماية الأوقاف السنية من الاستيلاء عليها وتغيير هويتها؟ حقيقة هي المسؤولية مسؤولية مشتركة، مسؤولية الجميع، كل على قدره وكل على وزنه وكل حسب تخصصه، فالعلماء مسؤولون وعامة الناس مسؤولون، وكذلك حتى السلطات الحكومية بغض النظر عن موقفنا منها ومدى اعترافنا بشرعيتها كونها سلطة، لكنها مسؤولة بشكل مباشر عن أي ضرر يلحق بالأوقاف وأي ضرر يلحق بالعراقيين جميعا بغض النظر عن الأوقاف أو غيرها. المسؤولية الشرعية والمسؤولية التاريخية والمسؤولية القانونية وحتى المسؤولية التي تتعلق بالأخلاق، المسلك الذي تسلكه أحزاب السلطة يجعلها مجرمة بحق العراقيين وبحق التاريخ العراقي وبحق حضارة العراقي وثوابته. نشكرك شكرا جزيلا. من إسطنبول، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، الأستاذ معاذ البدري.